احنا في الليل الذره بلشنا بالذره لحد ما خلصت الذره، قبعناها واسقيناها، وبعد السقي حصدناها بالحصاده، وبعدها نتوجه الى زراعه القطن. احنا جماعة فلاليح، احنا واهلنا وعيالنا وعلى هاي السالفة، ونزرع ذرة ونزرع قطن ونزرع حنطة. توجهت العالم الساعة من قلة العمال والايادي العاملة توجهت للذرة، اقل مصروف عمال واقل بي حصادة، لانه القطن بده حواش قطن وبده. من بعد تحرير من مناطق الرقة من دواعشة يعني بال 2016 و17 بلشت العالم يعني كثرة الصفرة بالمنطقة هون. هي طبعا كثرتها من أخف مصروف من الزراعات الثانية يعني مثل القطن أو هيك زراعات، يعني هي وبدها يد عاملة أقل، يعني تستهلك يد عاملة أقل، فهيك العالم اتجهت عليها بكثرة. وهالسنة سووا مجفف بالرقة، فالعالم توجهت عليها بأكثر، يعني صار المجفف يشيل عبء عن الفلاح يعني.